استاذ فتحي، يوم مباراه الزمالك وانبي كان عملنا مداخله لطيفه جدا وبشكرهم عليها الكباتن ابراهيم حسن وحسام حسن، وفي خضم الحوار لانه اتقال بعد كده عليه افلام كتيره والدنيا اتقلبت والمواقع والصحف هو كمدير فني بيقول لعيبه مش رجاله وكذا وبيكمل، الدنيا اتقلبت على الموضوع ده. هو النهارده ابراهيم حسن بيصف من حاول تضخيم صفحات الجهاز الفني اللي قالوها لنا احنا انفردنا بيها اكيد، بان لاعبو الزمالك ليسوا برجال جهله، واتكلم في النشره الاعلاميه اليوميه وانه مستاء من وسائل الاعلام وكذا وكذا وكذا. انت شايف من وجهه نظرك استاذ فتحي، يعني تصريح في سياق الحوار مفترض يتضخم كده ولا بالفعل التصريح من وجهه نظرك ضخم؟ لا، انا لما اجي اتكلم وانا منفعل بقول حاجات مش صح. واحنا قلنا قبل كده ان لازم على حسام ابراهيم حسن ان هم يحاولوا ضبط النفس عشان الامور تمشي داخل نادي الزمالك ومع الجماهير بشكل عام. لا، الاعلام بيشوف انه التصريح يعني جدير بالابراز. لما اقول ان الفريق بتاعي ما هوش رجاله، هو حسام عايز يقول انه ما كانوش بالاداء الرجولي او بالاصرار وكذا وكذا وكذا. لما بتحط هذا العنوان بالرجاله، يعني ليس رجاله وقف، طبعا بيبقى رد الفعل عنيف وشديد. لكن برضه لازم حسام وابراهيم يكونوا عندهم برضه شويه يعني هدوء شويه في التعبير حتى لا يصطاد، واخد بالك؟ وانت عارف الاعلام بيحب دايما يتعامل مع العصبيه ومع التوتر ومع الانفعالات بشكل جميل جدا يعني. نعم. فحسام غلط هو ابراهيم، وفي نفس الوقت مساله التضخيم دي يمكن تكون فيها بعض الافواره، لكن مش هلوم الاعلام على ان هم يعني خدوا هذا العنوان. لا، انا بقول ان حسام ابراهيم لازم يكونوا اهدى من كده بكتير في التعامل. يعني حضرتك مش شايف انه تعبير عادي في وسط تعبيرات الكوره؟ هو تعبير عادي زي ما قلت لك. انتوا مش رجاله، انتوا مش كده عادي. هو تعبير كروي. كروي جدا. تعبير كروي، لكن زي ما بقول لك الاعلام بيتعامل مع الجوانب السلبيه في العبارات. بالظبط. وبتكبرها زي ما حضرتك بتقول. جدا. عشان كده لابد انا بقى عشان فاهم اللعبه دي اتكلم بالاسلوب اللي ما حدش يتصدى بيه. طيب سؤال يا استاذ حسن، يعني هل المدير الفني بشكل عام لما يحب يقرص لاعيبته يقرصهم داخل الغرف المغلقه، ولا عشان يحسوا لازم يحسس الراي العام الزملكاوي بالذات عشان يبقى وسيله ضغط على اللعيبه امام الراي العام؟ اولا يعني اعتقد طبعا لازم يبقى جوه اوضه اللبس مش بره. والمدربين انا شخصيا بستمتع لما في بطوله كاس عالم ولا حاجه من دي، بستمتع بتصريحات المدربين واحب اشوف قالوا ايه، حتى بيبقوا منفعلين. لكن تصريحات فيها جمل جميله وجمل تدرس يعني، ده في بره. لكن هنا لا، هنا احنا لا، المدرب ممكن انا اعرف يعني كابتن جوهري مثلا كان في اوضه اللبس، في لعيبه ممكن يكون في المنتخب من ايامها ايام الكابتن جوهري وسامعني دلوقتي، كان ممكن يعلق واحد منهم في الدش. طبعا انت عارف يعني ايه ده، يعني بيحصل ازاي يعني. مظبوط. يعني يمسك واحد يعلقه يعني. ده غير اللغه اللي كان بيتكلم بيها بمنتهى العنف. صحيح. والشراسه، وبصوته انت عارف صوته الجهوري ده. لكن ده دايما كان بيبقى جوه اوضه اللبس. لكن بره في وسائل الاعلام تختلف لغته تماما. نعم. هو بيتكلم على لعيبته في جميع الاحوال. انا ما بحبش ابدا لو مانويل جوزيه كان بيعملها انا كنت اقول ان هو غلطان. ان مدرب يبقى مهزوم يبقى خسران يبقى كذا يطلع يتكلم على لعيبته. اوكي. نيفر. اوكي. ده كمبدا. ده مبدا انا ما اقبلوش من يعني مانويل جوزيه كان بيعمل كده كتير. كان كتير قوي يقول لعيبه مش عارف وحشين، لعيبه ما بيتعلموش، لعيبه مش عارف ايه. في وسائل الاعلام هذا خطا جسيم. المدرب وهو بيخاطب لعيبته يخاطبهم جوه الاوض المغلقه ويعمل فيهم اللي هو عايزه. طب واللي ما بيحسش من لعيبه؟ آه. لا لا، مهما كان يخاصم يبعده يستبعده يعاقبه باي شكل من الاشكال، لكن لا تنفعل في وسائل الاعلام. أوكي. ثم تلوم وسائل الاعلام. طيب على 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 ذكر هذا، كابتن طارق سليمان النهارده المدرب العام لنادي الزمالك بياكد ان التشكيله الاساسيه للفريق ستشهد تغييرات كبيره في مختلف المراكز بعدما ظهر بعض اللاعبين بمستوى سيء في مباراه الزمالك وانفي. اضاف لا يوجد لاعب ضامن مكانه في التشكيل مهما كانت نجوميته، وان اللاعب الذي سيضمن مكانه في الفريق سيكون بمجهوده مع الفريق في التدريبات والمباريات. حسب تصريح سليمان، بوادر التشكيل تمثل عودة
عبد الواحد السيد لحراسة مرمى الفريق على حساب عصام الحضري، ودخول محمد يونس على حساب عمرو الصفتي، بالإضافة للدفع باللاعب العراقي عماد محمد بديلا لأبو كونيه الذي ظهر بمستوى سيء للغاية. يعني ما بشككش في التصريحات دي، بالتالي مقبولة موضوعية. قال كده لمين؟ ده اعتقد موقع ايه يا جماعة، موقع اليوم السابع ده، بعتقد كده بعتقد. يعني انا لا اعتقد. انت لا تعتقد ان هو قال هذا الكلام؟ يعني مش كله، انا مش متأكد هو موقع السابع. تدول يا جماعة موقع ايه كان الموقع يعني بجبان. شوف هقولك الحاجة، هو التغييرات فعلا احنا حسن بيتكلم على انه ما تكلمش عن الفرقة في الاعلام. من هذا المنطلق كان ينبغي لطارق سليمان ان هو يعني يتكلم بشكل عام، لكن ما اعتقدش انه ملامح التغيير هتتقال دلوقتي قبل الماتش اللي جاي باسبوعين. نعم يعني ما ينفعش. المنطق الفني في رايي بيقول غير كده لما يجي ماتش زي كده هنتكلم عليه. لكن مش هو ده التغيير اللي هيحصل، وكمان لسه بدري، ده الماتش بعد 20 يوم او 20 يوم. يعني هل انت ضامن ان الحضري الحضري ده كلهم طلعوا قالوا الحضري لعب ماتش كويس قوي مثلاً، وان الثلاث اهداف مش مسؤوليه مثلا؟ ممكن بالفعل الناس احيانا بتحب في توقيتات معانا في بعض يعني. طيب عندي خبر بيقول ان هيرمان فان هولستيك المدير التنفيذي لاندرلخت البلجيكي قال واكد انه في حال انتهاء قضيه عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك لصالح فريقه، هم خلاص صعدوا احنا عارفين اندرلخت خلاص صعد. هو بيقول اذا حصل ان المسائل تمام 100% وتمكن من الفوز بخدمات اللاعب اللي هو اندرلخت يعني، فانه سيقوم بقيده في قائمه الفريق بالدوري الاوروبي. اشار هيرمان في تصريحات لموقع اندرلخت اونلاين الى ان قضيه اللاعب اخذت منعطفا اخر بعد تقديم كل الاوراق للفيفا، وفي حاله الفوز بهذه القضيه ستكون هناك ايام قليله لتسجيل اللاعب في الدوري الاوروبي، مضيفا هدفنا دائما الحصول على اللاعب. وقرر الاتحاد الاوروبي مشاركه الفرق التي خرجت من التصفيات المؤهله للشامبيونز ليج في بطوله الدوري الاوروبي، ومن بين هذه الفرق اندرلخت البلجيكي. هيرمان قال المساله اصبحت في ايدي المحامين، وان الزمالك بات امامه 7 ايام لكي يرسل ملفه الى الفيفا قبل 31 اغسطس، وبعدها تقوم الهيئه الدوليه باتخاذ القرار النهائي في هذه القضيه. يعني حابب اسمعك استاذ حسن الى ان يجلس ويشرفنا استاذ هشام عبد ربه، بمجرد ما هيكون هو جاهز معانا على المقعد. طبعا قضيه زي القضايا الكثيره اللي فيها لعيبه مصريين بيتفقوا مع نادي بره ويتفقوا مع نادي جوه، وتحصل مفاوضات هنا ومفاوضات هنا، وهذا ايضا خطا جسيم يعني ما حدش نصح شيكابالا ليه، ما حدش فهموا ان ده مساله اللعب مع الاوروبيين بالطريقه دي غلط. نعم هم ما بيهزروش، هم جد يعني ما حدش يضحك عليهم، ما حدش يكذب عليهم، ما حدش يتعامل معهم بوجه ثم هناك وجه اخر يتعامل به في القاهره او في مصر. خطا جسيم، ارجو ان اوراق الزمالك تبقى دقيقه وتبقى كامله وتبقى شامله علشان شيكابالا ما يتعرضش لعقاب. نتمنى يا رب، ولن نخوض في تفاصيل هذه المساله ولا حد يتكلم يقول اللائحه الدوليه بتقول كذا ولا كذا، نسيب الامور خلاص وصلت للفيفا، والفيفا من المؤكد سيعلم ما هو القرار الاصوب بالنسبه له. اكيد نتمنى ان يكون الموقف لصالح نادي الزمالك، لكن دعنا ننتظر. حسب الراجل فان هوستيك قال انه 7 ايام على الزمالك ان يرسل ملفه خلال 7 ايام، وانه الهيئه الدوليه في سبيلها لاتخاذ القرار النهائي، وانه هو الراجل بيجهز نفسه عشان يحطه في قائمه البطوله الاوروبيه.